اهلا بك دكتور ومرحبا. صباح الخير. صباح الخير لجميع المستمعين، ويمكن نحيي اليوم بصفة خاصة جميع النساء اللي في هذه المرحلة هذه الانتقالية اللي تنطرقوا لها هذا الأسبوع. كنتمنوا لهم كثير من السعادة والفرح. نعم. والفن إن شاء الله بإذن الله أكيد. والسعادة والفرح يعني كيجيبها دكتور كذلك المحيط، كيجيبوها الأصدقاء، كيجيبوها كذلك الأسرة، بالإضافة يعني المرأة اللي كتبقى كذلك في الصحة ديالها ما كتبنش عليها بعض الأعراض اللي ممكن أنها تدمر النفسية ديالها، وكذلك يكون الجمال ديالها والصورة ديالها ما تنقش فيها شي حويجات اللي ممكن يسببوا لها قلق. دكتور أشرف، الأظافر كذلك في هذا السن هذا تتضرر ربما إلى ما كانش عناية يعني قبلية وما كانش تهيئ لهذه الفترة هذه، فالأظافر كذلك دكتور تتضرر في سن الحياة. بالفعل، وكنا قلنا في مراحل سابقة أن الأظافر ما هي فقط إلا امتداد للبشرة ديالنا، أنها تقوم بالعديد من يعني خاصيات، عندها العديد من الخاصيات كتقوم بواحد الوظائف وهي في نفس الوقت امتداد للبشرة، ولكن تكوين ديالها خاص، التكوين المكون لها أيضا بطريقة خاصة لتقوم بهذه الوظائف. هذه عظمة ديال الخالق اللي أعطانا هذا العضو هذا اللي هو الأظافر. يمكننا أننا نكون أكثر دقة يعني في الحركات ديالنا اليومية، لا على مستوى اليدين ولا على مستوى الرجلين. الأظافر بما أنها امتداد للبشرة فهي غيحصلها أيضا بعض التغيرات اللي غادي تمر السيدة من هذه المرحلة هذه. ويمكننا نقولوا أن سن اقتراب سن الأمل أو المراوغ إلى سن الأمل ما كينعكسش دائما بصفة جيدة على مستوى الأظافر، لأن الأظافر غادي تعاني من واحد العدد من الأمور. أولا الهشاشة ديال الأظافر فهي النقطة الأولى اللي ممكن أطلحتها السيدة، اللي ممكن تبدأ قبل سن انقطاع الطمث، ولكن تزاد واحد الكيفية كبيرة مع انقطاع الطمث. كاين أيضا التغيرات، بعض التغيرات على مستوى الأظافر من غير الهشاشة أو لزونغ الكاستون، يعني الأظافر اللي كتهرس بصفة اللي سهلة واللي غادي تكون مضايقة للسيدة، فأيضا ظهور بعض الخطوط العمودية على مستوى على طول الأظافر اللي في بعض الأحيان ممكن كتخلط النساء تيسحب لهم، لأن هناك فطريات على مستوى الأظافر. وإذا ما تمش العلاج ديالها أو ما شافهمش الطبيب، ففي بعض الأحيان كيجيو عندنا النساء اللي عملوا علاجات لمضادات للفطريات في حين أن هذه الخطوط ليست بفطريات. أيضا يعني ظهور بعض الثقب في بعض الأحيان على مستوى الأظافر اللي هي علامة اللي يمكن توحي لنا أن هناك نقص في الكالسيوم والفيتامين د، لأننا كنعرفوا أن الأظافر هي نوع من الكيراتين، ولكن هو بروتين هو الكيراتين، ولكن هذه الكيراتين الخلايا ديال الأظافر باش كتكون متناسقة منسجمة وأيضا كتحافظ على الحيوية والسوكس الصلابة ديالها، فهي كتحتاج إلى واحد العدد من المعادن كالكالسيوم كالمغنيسيوم كالسيلينيوم والكبريت أيضا لسوخ، وتحتاج أيضا إلى الحديد، حديد مهم جدا. وحنا كنعرفوا أن هذا السن هذا في الكثير من الأحيان النساء يعانيوا من واحد إلى ما كانش فقر دم، فعلى الأقل يكون انخفاض نسبي في المخزون ديال الحديد اللي غيأثر أولا على الكاليتي أو الخاصيات ديال الأظافر والشعر كذلك. نعم، يعني هما جوج الأعضاء اللي يمكننا نعتبرهم حنارة قلناها البارح، يعني دي زافيرتيسمون، يعني بحال دي إشارات أولية كيعطيها لنا الجسم ديالنا لعدة أشياء ممكن تحصل في الجسم واللي
حنا خصنا نتعلموا اننا نفوتوا شيئا ما لهذه الاشارات هذه، لانها قبليه وممكن جعلنا اننا نتفاداو ان العديد من الاشياء تزيد في الجسم ديالنا. يعني كيبداو هاد الاعراض تقصف الاظافر، كيبدا جفاف كذلك الاظافر، هشاشه الاظافر، تغيرات كما تكلمتي عليها دكتور في هاد الفتره هادي، يعني كتبان كتبدا هاد البدايه هادي. ربما المراه في هاد السن هذا ملي كتشوف هاد التغيرات هادي كتوقف واحد الوقفه ديال انها كيفاش تعالج، كيفاش يعني تشوف الامور يعني بشكل ايجابي، كيفاش انها ما تطيحش كذلك في واحد الشيخوخه اللي هي مبكره اللي تكلمنا عليها البارح الدكتور، يعني شيخوخه مبكره اللي ممكن يبانوا اعراض يعني زايدين على هاد السن هذا. شنو هما الحوايجات اللي كنصحوا بهم دكتور؟ وربما كذلك في سؤالي، واش في هاد المرحله هادي كتنصحوا بالمكملات الغذائيه، بعض الفيتامينات اللي ممكن انها تساعد المراه باش انها يعني تعاود تركيبه يعني البشره ديالها والاظافر ديالها والشعر ديالها كذلك؟ أنا قبل الإجابة على السؤال ذلك نقول نقطتين أساسيتين. هو أن باش ماشينا اللي سمعونا يسحب لهم بأن سن الأمل بالضرورة يعني وجود هذه العلامات أو شيخوخة، هي حالة استثنائية فقط، ليس أوتوماتيكي. كاين الكثير من النساء اللي يعني ممكن يحسوا ببطء بعض الأعراض من هذه، ماشي كلها. سن الأمل لا يعني بالضرورة شيخوخة مبكرة، لا يعني بالضرورة، ولكن بداية ظهور بعض العلامات. إذا الضرورة ديال كما تفضلتي أننا نغيروا من طريقة أو ندخلوا بعض الأمور اللي غتحافظ لنا على البشرة. حنا غنقولوا بأن في هذا السن البشرة، الشعر، الأظافر محتاجين إلى عناية مركزة أكثر مما هو في السن اللي قبل. إذا هنا الدور ديال الطبيب والدور ديال الجلد والأظافر والشعر. النقطة الثانية هي أن هذه الأعراض هذه فهي مختلفة من مرأة إلى سيدة إلى سيدة أخرى، على حسب كما قلنا البارح بعض العوامل الوراثية، وأيضا على حسب التغذية ديال هذه السيدة، واش هذه السيدة أيضا كتعاني من أمور أخرى، من أمراض نمط الحياة ديالها، التغذية ديالها واش سليمة، واش عندها أمراض أخرى مغايرة اللي ممكن أيضا تأثر على الأظافر. أدوية كذلك دكتور، الأدوية اللي ممكن تأخذ أيضا. ما نساوش من كثير من السيدات اللي كيسمعونا والكثير من السيدات المغربيات اللي هما عندهم عمل وأيضا هما ربات بيوت، حنا كنعرفوا أن الأظافر باليد يعني تستهلك ذاك الحيوية ديالهم اللي كيكونوا يعني العمل، الأشغال المنزلية والمشاق المنزلية والعلاج، فهذه كلها عوامل خارجية اللي غادي يمكن لها تأثر وتحدد لنا يعني لاصوم من المجموع لهذه العوامل كاملة، غتحدد لنا شنو هي لاكاليتي ديال الأظافر ديال السيدة. العناية المركزة الوقاية من ناحية الأظافر، حتى هما محتاجين إلى عناية وترطيب مستمر للأظافر بطريقة معينة، بمستحضرات معينة اللي كتليق بالأظافر، لتفادي يعني بعض الجسد اللي هما غير ملائمين، تفادي ايضا داك لي مانيكور او لي بيديكور اللي كيكونوا غير ملائمين عشوائيين للاظافر اللي ممكن يخلقوا مشاكل على مستوى الاظافر. تصحيح التغذيه ايضا نقطه مهمه جدا، وممكن انه في هذا السن هذا وتنظل عندك اخصائيه ممكن تزيدك معلومات في هذه الناحيه، ولكن كاين بعض المواد المهمه وغادي نقلبوا على الاغذيه اللي هي غنيه بهذه المواد، كقلنا الكبريت، كالسيلينيوم، يعني الكالسيوم، الحديد، اللي المواد اللي غادي ممكن تعاوننا حنا كعلاج. لي كومبليمون اليمونتيغ او الفيتامينات ممكن تلعب دور، ولكن يجب اخذها بطرق معينه. يعني ماليغوزمون كنشوفوا ان جوج الحالات، يا اما الناس اللي ما كياخذوهاش في حين انها يمكن ناخذوها ممكن تزيدنا واحد الاضافه، او في بعض الاحيان بعض النساء اللي كياخذوها بافراط. بافراط يعني كيمكن ياخذوا هاد لي كومبليمون اليمونتيغ على مدار السنه بدون قطع، وهذا غير
لا ينصح به بهذه الطريقه هذه. فكنصحوا ان الكومبليمون اليمونتير كيخدم الانسان بواحد الطريقه يعني بناء نافذه ديال 3 اشهر ثم يحبس عاود 3 اشهر ثم يمكن ياخذها او ثاني يواظب عليها 3 اشهر. كاينه وتيره معينه اللي كيحددها الطبيب باش ما يوقعش واحد لا سورشارج يعني خراب على الجسم على الجسم ديالنا. اذا كانت هذه الفيتامينات كتخاد بهذه المده كتحترم المده ديالها وما كاينش تحسن فإن الطبيب ضروري انه يقلب على اسباب اخرى اللي كتجعل ان الاظافر المحددات الحيوية ديالها. ما ننساوش أيضا أن وهذا تيلاحظوه الكثير من النساء بعض الأحيان كيبدا السمك ديال الأظافر تيزداد وكيوليو صعب التقطيع ديالهم. ألوغ هنا لازم التأكد من أنه عدم أو وجود أو عدم وجود فطريات، لأن المرأة في هذا السن هذا أيضا ممكن أنها تدير فطريات ديال الأظافر على مستوى اليدين أو على مستوى الرجلين. على مستوى اليدين اللي كيسهل في هذا الشيء هو الماء المتكرر مع الأشغال المنزلية أو العمل أو هذا، وأيضا يعني وجود الكثير ديال الفطريات على مستوى الرجلين أيضا. وفي بعض الأحيان هذا الزياد في السم كيكون لا علاقة له، كيكون فقط هو من الأعراض أو المخلفات ديال الدخول في هذا السن هذا سن الأمل. طيب دكتور وصلوا معك غدي إن شاء الله، لأنه كذلك الطب والعلم يعني أصبح يعني يتيح يعني مجموعة من التقنيات اللي ممكن أنها تستعمل، ممكن أنها تفيد كذلك في سن الحياة. كيفاش قدر طب الجلد أنه يواكب هذا السن هذا وهذه الفترة هذه، وكيفاش قدر أنه يرجع كذلك ويطلع المعنويات للمرأة؟ معك دكتور أشرف الودغيري الإدريسي غدا إن شاء الله نأخذ هذا الموضوع هذا بتفصيل. على خير.